من جديد ده بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء الاهلي وطلع الجيش في الاسبوع السادس عشر للدوري المصري بالتعادل السلبي بدون اهداف سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن طارق العشر المدير الفني لفريق طلاع الجيش كابتن طارق برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي تحيه الكابتن ايمن شوقي كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن كابتن احمد بلال مباراه النهارده وانت بتلعب قدام النادي الاهلي دايما بقول بتاعتي اخطاءك تكون قليله النهارده فريق طلائع الجيش اخطائه كانت قليله قدام النادي الاهلي قدر يقفل يعمل مباراه دفاعيه امام النادي الاهلي واكيد انت استغلت حاله الاجهاد اللي بعاني منها فريق النادي الاهلي كابتن اولا بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وانتم طيبين طبعا من اول ايمن لحد طبعا الكوكبه مش عاوز انسى حد يعني كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ورمضان كريم طبعا على كل الامه الاسلاميه يا رب وجماهير النادي الاهلي بخسفة خاصه بالشك مباراه الاهلي بالنسبه لك كانت بتاخد مننا وقت كبير جدا في التحضير ويمكن انا لعبت على عامل الاجهاد اللي كان باين على النادي الاهلي الاجهاد كتير جدا جدا في الشك انا مشفق عليه لان مباراتين الرجاء عشان يطلع من هناك بالشكل القتالي اللي حصل في المباراه ويترشح من المغرب والسفر في الشك خد من لاعبي النادي الاهلي مجهود كبير جدا في التحضير من موسماني والجهاز الفني عشان يطلع بالتابلو اللي احنا شفناه في المباراه اللي فاتت ده لهم اولا ان شاء الله للترشح وان شاء الله باذن الله كمان احنا مستنينهم للنهائي. مبارتين بالنسبه لهم احنا درسناها بشكل كويس جدا جدا في الفتره اللي فاتت دي كان عندنا وقت ان احنا نقف على كل التفاصيل الصغيره لان النادي الاهلي طبعا في الشك طبعا لما تترك له تفاصيل صغيره يستطيع ان هو يصنع الفرق. عامل اللي جات كان باين وده اللي احنا عملنا عليه بشكل كويس جدا. تقفلنا الدفاع المنظم في الشك طبعا احنا عملنا جيم جيد جدا دفاعيا مع مش مش الدفاع البحث من اجل الدفاع لا بالعكس يعني دفاع منظم من اجل استراتيجيه استغلال انصاف الفرص واللي يمكن راح بيها فيكتور في الشوط الثاني واللي كانت ممكن تستطيع ان طلائع الجيش ياخد ثلاث نقاط من النادي الاهلي مهمه جدا 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 لكن في الشك طبعا النقطه دي بالنسبه لنا بما انفوز يبقى دافع علينا في الدوري خاصه احنا عندنا نهايه الدور الاول مع الاسماعيلي على ملعبنا في الشك طبعا النقطه دي بالنسبه لنا يعني بما انفوز زي ما قلت وان شاء الله يبقى دافع علينا بالشكل كويس جدا انا يعني عامل الارهاق ما فيش شك لعبت عليه عامل يعني النادي الاهلي باين عليهم حتى اللي نازلين باين عليهم الاضافات التكسيف في النواحي الهجوميه في الشوط الثاني في شك طبعا موسيماني حاول يقدر بقدر واحنا كسفنا كمان في النواع في النواحي الدفاعيه لان مهند احنا سقطناه ثالث بعدين نزلنا السيسي مع شحاته مع شيكا يقفلوا بثلاثه وتركنا فقط في صباحي وفيكتور في الامام لانهاء الهجمات المرتده لكن يعني الحمد لله انا مبسوط من الفرقه ان الحمد لله يعني استطعنا ان احنا ناخد نحصد عدد نقاط كبير جدا خاصه النهارده النقطه تبقى دافع زي ما قلت في ماتش الاسماعيلي ونبتدي ناخد السلم بشكل كويس جدا للوصول للمنطقة الدفئه عشان انت عارف الحته ديت فيها يعني متشابكه كبير جدا بالانديه النقطه بتفرق